شي نهار شي واحد قال لك لا اش كتاكل رمضان ولا شي حاجه دي فراسك جيبوا لي يا خايب بينوتي جيبوا لي ما عرفش راسك علاش ما كيصومش دري ولا دري دايز قدامك تي خاصني نور شي دري ولا كش حط رمضان غنقسم بهاد الفورم عشيري بهاد الفورم قال لك فهادوك خوتنا اللي ما تيصوموش في رمضان هادوك حمير بلاتي اختي انت غنزيدك في الفياله إلا سولوك أخاي بينوكيو واش أنت مع اللي تيصوم رمضان ولا ماشي مع اللي تيصوم رمضان شنو يمكن لك تجاوبهم أخاي بينوكيو واش أنت تصوم رمضان أخاي بينوكيو بعدا راه ليلة 17 قربت ليلة 27 أنا نصوم فيها هي بوح وحيت أنا باقي صغير أخويا راه اللي ما فاهمش بنادم مولاي الله في عمري 30 عام 30 عام الصاط مازال ما بلغتي مازال حيت قال لك الصاط واخا الجسم ديالك يبلغ خص العقل ديالك يبلغ وأنت الصاط راه مازال زعما العقل السليم في الجسم السليم واش بلاتي واش بدينا الكاميرا هون ونوت صاحبي شقدر الاسئله اللي شفتي ايوا خاي بيروكيو شوفوا فيديو ديال سولنا الناس واش اللي كياكلوا في رمضان خاصهم الحبس انا كنصوم عشيري فهمتيني وانا ماشي ساقي شي واحد اللي بغى يفطر لا لا خاي ما يفطرش لا خويا انا ما يفطرش قدامي باغي تفطر سير تخباس خويا في شي زحر ولا سير الماكدو ولا ما تباش قدامي تخبوش حنا طيري طوبيل حنايا شوف شوف اما تقصيش شي حاجه مالحه قصي الحلو هاني اما تقصيش شي حاجه مالحه نتفاهم معاك الصاط داكشي تيعجبني المويه شرب ولكن تكون مويه سخونه نعطيها لك اشرب قدامي شي مويه بارده ولا شي حاجه ما نسمح لك شوف الا كاع ما ضربتك ديك الساعه ندعي فيك وانا تنصوم وكدا دعوانيش انا الصاط ما كاين لا بارير لا والو خويا نسولك واش كتصلي حيت من السماع انت كتقول لي كنصوم وداكشي واش كتصلي بعدا كنوي دابا حيت اصلا النيه هي كلشي الصاط في العمل فهمتيني تنوي ولكن تيطرا شي مشكل ما فهمكش اخويا راك دابا نتايا بيبه مربوطه على الماكله فهمتين ها كتصبر اما ديت لك لا اجر الاول حل علينا ما تلقاوش من الصباح يلا خاي شوفوا هذا الفيديو هذا ويا ربي تسمح لينا وان اكس بات الا بغيتي تشجع الفرق ديالك المفضله وترمع على داكشي الفلوس تسحب موقع وان اكس بات داك الماتش ديال مانشستر سيتي والريال مدريد داخلين المشكله تشجع ريال الساط ويلي فيها كاكا كريستيانو رونالدو مانشستر تنزل عليها تنزل عليها اذا انت نتوما خوتي كتشجعوا كنتشجعوا الفرقه اللي كتظنوا بانها هي اللي غتربح وما تنساوش كود برومو ديالنا اللي هو خاين النوس كلشي باش تربحوا 900 درهم على الدخله واللي كاين في اول كومونتير يلا دوز حيد نشوفوا هاد الملحدين هادو عبد الشيطان ديال الله كافرين اوف حنا اليوم غنسولو بنادم على دوك خوتنا اللي تيقصتو في رمضان داري براي واسط ولا بحال سبولا يا مولاي يا صاحبي شامخ بزاف اخي شوف بنادم شنو في راسو صاحبي دور ما تنصومش علاش تنضحك هسه عرفتي بنادم اخاي ما تيكونش واكل في النهار كدا عرفتي شي سنس اوف هيومر تيولي عنده اكل ما ديرش لنا تزوكس الحامضين اخويا واه اللي يهضر معاك قول ليه فيا السكر وماشي السكر البيض لا داك براون سوكر انت مع هاد القضيه ولا ضد لا معاهم انت معاهم معاهم حس ولا شي نهار شي واحد قال لك لا اش كتاكل رمضان ولا شي حاجه ديها فراسك جيبوا لي يا خاي بينوتي جيبوا لي ما عرفش راسك علاش ما كيصومش والله ما عرفت هذا باين الساط الثقافه ديالو جايبه كامله من اتاك اون تايتن الساط وسبيس باور اختار تصنيف ها نصنفو حمار هذا مع الحيوان دابا صباح سير كسبوا الساط في الديت نوت حمار انا فين ما كنلقى شي واحد حيوان بصفت انسان كنخشي في هذاك الشاب هذا عندك بحال موسى عاد كينيس حيت علاش غتاكل رمضان وانت عندك عام كامل كتاكل فيه وتجي تر لشهر واحد وتاكل حيت رمضان راه للصحه لذاتك لجسمك وعقليا سو البنادم اللي كيفطر رمضان الله يهديه وصافي سو بنادم اللي مريض بالسكر الله يهديك الله يهديك صبره من السكر الله يهديك بنادم سي صوم رمضان انت الله يهديك ديك شي مريض وفهمتي دار راه خصك تاكل ما كليش غتسخف ولا غتموت الله يهديك اش بالك في هذوك اللي كياكلوا رمضان بدون عذر ملحدين يمشيو للنار هذوك هذا الهضره ديال دارهم جايبه الصات تيقول اش بالك بدوك خوتنا تياكلوا رمضان تي صوموا هكا قدامنا الله الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين اختي واه شفت لي الغليل ديالي واحد شويه صراحه دبروا راسهم من غير الماء البارد ومن غير المعجنات انا عزيز عليا المعجن المالح كان كشحط رمضان دري ولا دري دري ولا دري دايز قدامك تي خاصني نور شي دري ولا كشحط رمضان غنقسمو بهاد الفورم عشيري بهاد الفورم عشيرين ونص صدق نقصها قدامو صدق فاطر على ود واخا انا مسلم عشيري هذوك ملحدين نعم هذوك ملحدين خصهم يشدوا في الحبس ولا شنو خصيطر عليهم؟ لا حرية راسهم فهمتي؟ هذوك راسهم عندهم حرية ديالهم ولكن قيسونا ما قيسوهم الله يتشري ما إلا تنادي بالرجولة يا الله يتنادي
يلا نتلاقى معاك في الزنقه غنبوس لك الجبهه ديالك تايا انت بنادم الله يشرق عليك دابا في كاتيجوري ديال بنادم برا دخلتي معانا في الجروب ديال بنادم عشان نزيدو نجمعو في الحيوان يلا خويا شنقول لك هي كتبقى حريه شخصيه ولكن كيف قالت الدريه اللي قبل مني عندك العام كامل دير فيه اللي بغيتي فهمتي والله يتوب عليهم ويتوب علينا والله نقول لك حتى بيضه اختي ما بغيتي حتى بيضه وما تبقاش تاكل رمضان اصاحبي ما تبقاش ناري ناري هاد كلشي هذا شحال ديال الذنوب كاتيجوري ديال باكس باني هذا عشيري صبر صبر باكس باني هذا ما خصوش يهرب بنادم تيقطع الصيام بالتمره هي تتقطع بجزاره ديك العلاله ديالك تاكلها طالع عندكم كيف طرت خبيه شنو غدير لي صرفيق قرب طواليت غنسد عليه واو واو هو غادي يفطر بالماكله وانت غادي تفطر ب ايوا الا شفتو شي واحد اخر بنفس العقليه ديالو حتى هو غادي يفطر به هو غادي يفطر فهمتي هكا غادا السلاله هاد ما عرفتش اخي شنو هي هاد السلاله بالروج قايدو فشي شي ضبع شي لعيبه قايد هما صابين واش بالك في دوك خوتنا اللي ما تيصوموش في رمضان هادوك حمير بلاتي اختي انت غنزيدك في الفياله لا زيدها الصاد في شي حيوان مكلخ الصاد لا بالينا الصاد حيت واخا تشد بالصناره وتعاود يطلقوها تعاود تشد عاوتاني بالصناره لا بالينا سقينا حمير وصحاب لي انا حيت مراد ولا حيت اي واحد مريض بالسكر حمار خايب بينوكيو تدير السبب بالسكر زعما باش تفطر دين امو هذا وموت كاع انت يا مهم صوم معانا لا ما تكونش حمار اخويا تنصحو ما بغاش تقول لي كل بلا بينو وبين راسو بين البنات فوالا صبينوكيو صاحبي خويا انا خويا علاش انت عارف العقليه ديال هاد خوتنا هادي وكاينين بزاف د لابايلينات وبزاف د الحمير في الزنقه راه اخويا تخبى وكل مع راساتك وصافي كيفاش تخبى ما كتقول لي تخبى انا مالي انا اللي غتخبى انا راه كنصوم اخوك احتراما لا لا ما توريناش الله يحفظ من غير الا عندك شي حاجه معفونه شي عشيري كل فين ما بغيتي اذا كشي صايم كاين شي واحد صايم خصو يصبر ما خصوش يشوف فيك خصو يغض النظر الصاد حيت الصيام اون بليس ديال انك تغض النظر الصاد على ديك اللعيبه اللي اللور اللي تنخرجوا منها الغاز شوف الماكله اخي الصايم دير شوف الاولى ديالك شوف الثانيه لومك على راسك الصاد شفتي في الماكله وعاوتاني شفتي فيها اذا انت تصوم ماشي من نيه تيصوم الصاد حيت كلشي تيصوم حيت انت تصوم حيت تولد في واحد لونتوراج تيصوم بلاش بلاش ولا ما صامش با غادي يدير ليه لا بينيسيون اذا هو الصاد شنو فينا الجماعه هنا كاتيجوري هو حمار ولكن طموح تيتبع العائله ديالو هذا حمار الصاد عنده بزاف ديال الحيوانات اصاحبي اواه تدايز قدامكم مغربي عادي كيولد الريه ولا كتقصي قدامكم ولا كتكياف ولا شي لعيبه وا ندعمها بالسلامه وصافي اخويا الله يحفظك تحيه لك ابو حنا تحيه لك اخويا الهشوم تبارك الله عليك انت ولي حاضر الله ولي حاضرنا كاين اخي تيمون كاين والله تيمون بومبا انت معنا انا نمشي ناكل معاه من الاخر إلا وكافر شو أنا استعشرت خويا كوم كونكليزيون أخويا باش نساليو هاد الفيديو أنا تنقول احتراما لي الله يرحم بيه الوالدين أخوتي ما تاكلوش قدامي حشومة عليكم وأنت يا أستاذ تقول أخاي بينوكيو أنا عشيري كنقول فهمتي إلا كنتي أنت ملحد لا فيك السكر لا فيك البرص لا فيك أي حاجة عاد راسك أخويا قصي دزت من حداك راه غنشوفك كتقصي وما تحرك فيا حتى شي حاجة خويا دابا أنت المشكل من بليس بالماكلة أنا راه مبلي بالماكلة أخاي بينوكيو راه تنشوف الماكلة تتحلو لي عيني يا الصاد تنولي وحش الصاد خويا الله يعفو عليك نبلي بالماكله الله يعفو عليك الله بلي قديمه الصاد عرفتي شنو ملي تزاديت وانا نبلي بها الله يسهل عليك ما تبقاش تاكل اخويا كاع انت في مره تقطع الماكله تتوفى عشرين ونص وتوفوا معاك هاد الافكار المهم اخوتي انتوما قولوا لينا في لي كومونتير مع ما كتفقوش مع النص بوحناك ولا مع بينوكيو بونيف بونيف طوال اللي غيعورك بينا ما تفقشيش معاه يلا اخوتي ساعه سعيده تحيد من تما انت ولفتيها نزيدوها وحده نزيدوها شي واحد نشوف شنو يقول وفي الاخير هذا قرار راجع ليه لانه بين وبين ربو كتربب عاد بلا مسطر رجيم عاد بلا مسطر رجيم خويا بينوكيو خير النص انا فيك الحمزه عشيري الله ونعم الوكيل اخويا المهم كيربب علينا رمضان هذا من الصباح هو كينصحنا هذا راه الكاتيجوري ديال الحمير هذا صاحبي ديال الحيوان الدحش ديال الكانيبال دراري راه غتضحكوا معاكم بس لا يدعينا شي واحد ولا شي حاجه تي كانيبال